مشاهدين ساعة مع نبال مساء الأنوار. سؤال يعني بنسأله لنفسنا بصفة مستمرة، لغاية أنت هتستمر أسوأ الحياة. لو سألت كل واحد إيه معنى كلمة أسوأ بالنسبة لك، هيتنهد تنهيدة ويبتسم ابتسامة وراها دموع مستخبية، مخنوقة، موجوعة. وكل واحد فينا هيقولها أو هيفسر حكايته وقصته بأحاسيس مختلفة وبشكل مختلف. ويفضل السؤال، لغاية إمتى هتستمر أسوأ الحياة؟ أهلا بحضراتكم في ساعة جديدة من ساعات ساعة مع نبال. ورا كل ابتسامة وجع وألم، جاية من ضربات من الحياة، جاية من غدر، خيانة، موت، فقد لأحباء لينا في الحياة. المهم إنها ابتسامة مش من القلب. قسوة الحياة خلت شخصياتنا مختلفة، حولتنا اللي بقى قلوب قاسية، ناس عندها لا مبالاة، عمالة واقفة تاخد الضربات ورا بعضها ومستسلمة، وعملت حاجة في ناس تانية، وقفوا بكل قوة وتد على أرض ثابتة، بيقولوا للقسوة دي احنا مكملين، احنا مش هنتغير، ولا هتقدري تهدمي احلامنا ولا طموحاتنا. في مننا اللي حبس نفسه في الماضي ومات وهو عايش، وفي مننا اللي رمى الماضي ورا ظهره وبص في هدفه وفهم لعبة الحياة، وان القسوة مش هتنتهي وهتفضل تيجي من كل مكان وناس بنتعامل معاهم. ونفضل نسأل نفسنا، القسوة دي هتستمر لغاية إمتى؟ ومفهومنا ليها إيه؟ النهاردة معايا الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، انا يسعدني ان انا اكون مع حضرتك. ده شرف لينا. شرف كله ليا يا فندم. قسوه الحياه هتنتهي امتى؟ لما الانسان يعرف انه وظيفته في الدنيا انه يكون رحيم على الاخرين. الانسان عندما يكون قاسي القلب فهو بيفقد كل من حوله من الصداقات والاحبه. ومع الوقت يتساءل، هو انا لوحدي ليه؟ عارفة حضرتك عيد الحب جه منين؟ منين؟ الأديب والصحفي مصطفى أمين كان في جولة في ميدان السيدة زينب في الستينيات من القرن الماضي، وهو بيتمشى لقى جنازة شايلين فيها الراجل المتوفي واثنين أو ثلاثة بس هم اللي شايلين الصندوق ومفيش حد ماشي وراه. فوقف وسأل إيه الحكاية؟ فقالوا له أصل الراجل ده ما كانش فيه حد بيحبه فمحدش مشي وراه. اليوم ده مصطفى أمين قرر إن يبقى فيه عيد الحب عشان الناس ما تبقاش قاسية قوي على بعض. ده في يوم وفاة شخص وتشييع جثمانه، هو اليوم اللي الناس بتنسى فيه القاسية وتحاول تعمل الواجب بالظبط. لكن ما فعله هذا الرجل في الناس طول ما هو عايش إنه كان كل يوم بيفقد رصيده من الأحبة فأصبح وحيدا. إيه اللي يخلي التحويل ده يحصل لإنسان؟ يعني إحنا بنشوف إن فجأة إنسان بيكون هو طباعه من الأساس إنسان طيب، عنده العطاء عالي، خير، وفجأة يحصل أسوأ. إيه السبب؟ في ثلاث حاجات يا فندم.
الحاجة الأولى هي ضعف الإيمان. الإنسان عندما يكون مؤمنا بيكون رحيم القلب، عطوف، لأنه الإيمان لا يجعل الإنسان أبدا يشك في رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما خد من ضربات، مهما حاول ومهما شاف، صح. دايما بيعتقد إنها بداية جديدة وكان ربنا ناوي إنه يفتح له باب جديد، صح. بس هو يقول قدر الله ما شاء فعل. فأول حاجة لما بيكون الإنسان إيمانه ضعيف يلجأ للقسوة ظنا إنه بياخد حقه بنفسه، إنه ما فيش حد هيقف معاه أو يساعده. لا بالعكس، ده ممكن ربنا يخلق لك شخص جاي بالمصادفة البحتة علشان يقدم لك حلول، وده وكأن ربنا بيقول لك في باب أنا أقدر أفتحه لك في أي لحظة. بس ساعات التحول اللي بيحصل ده دكتور من كتر الطعنات والضربات اللي الإنسان بياخدها في الحياة، وأنا هنا برضو سؤالي إن إزاي في ناس زي ما حضرتك بتقول إن هم فعلا بيقدروا إن هم يقاوموا ويقفوا ويتصدوا من ده، بل بالعكس بيكونوا أكثر عطاء وأكثر رحمة، وكأن الضربة صحت جواهم حاجات معينة. وفي ناس تانية بيتحولوا لاتجاهات تانية خالص، تلاقي إنسان معاملته بقت طاف جدا، قاسي، ما عندوش رحمة، ربنا مديله لكن ما بيساعدش الناس اللي حواليه. إزاي التحويل بتاع كل واحد بيقدر يحصل؟ حضرتك قلت دلوقتي إن الإيمان عامل من العوامل، مهم جدا. طيب لو أنا إنسان دلوقتي وعندي إيمان وكل حاجة لكن اتحولت للقسوة دي، إيه اللي ورا ده برضو؟ فقدان الإحساس بالعاطفة، ده رقم اتنين، إنه ما كانش فيه حد بيتعامل معاه بغض النظر عن إنه هو إنسان صح أو غلط. يتوقف دايما الناس عند الأخطاء وبينسوا الشيء الصحيح، فبيبقى عنده أمل مرة واثنين وثلاثة أن يقدر المجتمع الشيء الصح اللي هو بيعمله. فلما بيجد المجتمع عنده حالة نكران دائم، لما الست بتدي حياتها كلها إلى زوج وتعرف أنه خانها، وتعرف أنه ما خانهاش مع واحدة ست واحدة، مع عدة نساء، ثم تكتشف عدة مرات أن كل عطائها هو مش شايفه، وأنه ما يعرفش هي ضحت كمان بحاجات كتير علشانه. اعكسي حضرتك الآية، إن في واحد إدى برضه إلى ست ما إدتلوش وما بدلتوش العاطفة. دي من أنواع الصدمات اللي بتسيب شرخ في شخصية الاتنين، فبيتحول النقيض 180 درجة كاملة، من حب وعطاء إلى كلمة ما فيش حاجة اسمها حب، ما فيش حاجة اسمها عطاء، ما فيش حاجة اسمها إخلاص. ولما أجي أقعد مع الست عيني اللي خدت هذه الطعنة الغادرة وتيجي تقول لي أعمل إيه، أقول لها أنت لازم تتحلي بالإيمان، فتقول لي اسكت ما تقولش الكلمة دي، لأني أنا مؤمنة لكن من جوايا أعلم إن الله القدير ما خلقش النوعية دي من الناس. فتبتدي صدماتها تظهر. الصدمات بتظهر إزاي؟ لما حضرتك بتجدي السيناريو عكسي، إنك تكوني قايلة من جواكي ده الشخص المناسب، فتفاجئي إنه مش هو الشخص المناسب، والتحويل بيكون مفاجئ وعنيف، عامل زي موج البحر. يعني مثلا في قصة اتحكت لي قريب، إن ست فجأة أخذت موقف انفصال عن زوجها مفاجئ ومن غير مقدمات. فلما وجهوا ليها الأسئلة، طب أنت صبرتي كل السنين دي، قالت زي ما حضرتك قلت دلوقتي إن كان عندي أمل للتقدير، لكن حسيت إن أنا كل اللي أنا عملته تاريخي ده كله، وإن أنا تحملت أكتر من طاقتي، وفي الآخر أنا برضو ما وصلتش في حاجة. وهنا التحويل بيكون عنيف جداً، والناس ما بتبقاش فاهمة إيه اللي ورا ده. ده كلام صحيح. عشان كده يظهر لك السبب الثالث، العلاقة بين القوي والضعيف. أيوة، لو الست قوية عاطفياً والرجل ضعيف عاطفياً، ما بيعرفش يتجاوب معاه، ما بيقدرش على قوتها، مش بيقدر على عينيها اللي ممكن بتنفذ جواه. لما بيدخل من الباب وتقول له، هو في بعض الرجال بيستهونوا بالجملة دي، أول ما يدخل من الباب، مالك؟ أنت ليه متغير؟
هو ما بياخدش باله من الجملة شديدة الذكاء والعمق دي، فيقول لها ايه ده تعب، ايه مالي ما انا كويس، حتى هو بيبقى رادد بجفاء عشان يهرب من المواجهة. مع الوقت تبتدي الست مهما قالت كلام حلو هو مش بيفهمه، لان هو خلاص بقى بالنسبة له بقى ما عندوش القدر ده من التجاوب. عشان كده في حكمة تقول لك ايه، من يملك الاشياء يزهدها. ان الست اللي انا لهست خلفها عشان توافق تتجوزني، ولما هي وافقت انا بدأت اتغير لانها بقت في ملكيتي، بقت بتاعتي. لكن لما هي تقول له فين الكلام اللي كنا بنقوله زمان، ما هي الست في فترة من الفترات لازم تقنعه انها بتحب بودانها مش بعينيها، هو بيحب بعينيه مش بودانه. طب ما احنا نكمل بعض ازاي؟ انك تشوف الكلام اللي بيعجبها فتقوله، بس تقوله من قلبك، ما تقولوش مصطنع. في ناس ما دي المعادلة الصعبة يا دكتور، هي دي بقى المعادلة، هي المعادلة الصعبة. عدم الفهم والوعي الكافي في العلاقة دي تكون كلام ازاي؟ صحيح. الناس اللي بتتعرض لصدمات وأزمات والغدر والخيانة وعدم الجدعنة والحاجات الكتير اللي احنا بنشوفها دي، ازاي اخرج من الأزمة اللي انا فيها اقوى؟ يا سلام عليك. عارف الشاعر الصلاح جاهين الله يرحمه قال ايه؟ لما لقوني بكيت ونهنهت، قالوا علي اسد وفسد، قلت لهم لا، لو تعرفوا معنى زئير الاسد. عجبي. شفتي بقى تطلعي اقوى ازاي من التجربه؟ لو نزلت دمعه من عينين ست اتظلمت، الدمعه دي زي ايه؟ اسد. ده ما هواش ضعف زي ما المجتمع بيظن، بالظبط، لانها مش معترضه على الخيانه، هي معترضه على قسوه البني ادمين. وبالتالي ده نداء الى السماء، شوف انا عملت ايه وشوف هم عملوا ايه. زئير الاسد ليس معناه ان هو ضعيف او خايف، لا، ده بيقولهم احذروا مني، لان الدمعه دي لما نزلت انا قسوتي مش هتستحملوها. القلب مهما كان عظيم ويحوي عاطفه العالم كله، غضبه عنيف شانه شان الزلزال. لكن في ناس بقى بيسيبوا الارض لغايه ما تهتز، يقولك يا الارض اهتزت بينا ليه؟ دي ما كانتش كده، دي كانت اطيب خلق الله، انت صنعت منها أسد بيزقر، بينما هي ما كانتش كده، دي كانت حمل وديع، بس أنت ما فهمتش ده. أيضا هو لو ودى بسخاء، بينما الست ما قدرتش ده لسبب ما، فتبص تلاقيه هو بدأ يغير نظرته. بعض الناس اللي انفصلوا عن بعض من الأزواج كانوا بيتكلموا عن الجزئية دي، أنا بحبها لغاية دلوقتي وهي لغاية دلوقتي ما اتجوزتش، وساعات بتكلمني وساعات تقول جملة تغلط كده في النص وهي بتتكلم بتفكرني بأيام فاتت. بص حضرتك قد إيه البني آدم مهما كان عنده حتة جميلة، على الأقل العشرة، على الأقل الأيام، فتبص تلاقي الحياة بتمشي كده، هو عامل زي الصندوق المغلق، بس لما بيتفتح، ودي بقى الخطأ اللي احنا عايزين ننبه عليه، من يدخل في النص ويزيد هوة الإيه؟ الخلاف. اتفضلي. والفكرة كمان ان ازاي احنا لما نمر بالأزمة النفسية دي يبقى عندنا الوعي الكافي ان احنا نقابلها ازاي. كلامك صحيح. في أزمات بتحصل كل 10 سنين من عمر البني آدم نتيجة المسؤوليات والضغوط والحاجات والمشاكل والأحمال والظروف المادية وكل الحاجات دي. كلام صحيح. إزاي إحنا نبقى مهيئين نفسياً إن إحنا نعرف نتخطى الأزمة دي من غير خسائر؟ في كتاب ليا في 2020 اسمه الخروج من العلاقات بأقل الخسائر، كنت قصدت فيه حاجتين. واحد، من هم الموجودين حولك؟ الست عندما تتصدم بتبحث عن أقرب الناس المتعاطفين معاها، صد. قد يكون الأب والأم ربنا يديهم العمر، وقد يكون أخ أو أخت، وقد تكون صديقة مش عايزة حاجة من صاحبتها إلا إنها بتشوفها في أحسن حال، ودول مش كتير. من حولك هي الخطوة الأولى عشان تتخطي الأزمة، حتى لو أولادك،
أولادك لما بيكبروا شوية ويبقى سنهم يعوا ما حدث وعارفين الفرق بين عطف الأم عليهم وقد إيه إن الأب ما كانش على مستوى هذا العطف، هما متعاطفين مع الأم بشكل مضاعف، فبيبتدوا يعملوا إيه؟ ما تزعليش يا ماما، إحنا كنا شايفين معاناتك، كفاية إن بنتك تيجي جنبك وتقوم بيساك في خدك، يا ماما ما تعيطيش، إحنا معاك، إحنا حواليكي. والولد لما يبتدي يكبر عايز يحل محل الأب، فيبتدي يقول طب عايزة تروحي فين وأنا أوديكي، طب عايزة إيه وأنا مش عارف إيه. هما دول هيبقى ده جسر النجاة، لأنك أنت نجحتي في تربية الولاد وكبرتيهم. لكن لما بتبقي لوحدك السيناريو بقى السيء يختلف، بيبقى مضاعف طبعا، وإحساسك بالوحدة تضغط عليكي أكتر، وتتحول الحكاية إلى حالة من حالات السؤال، وسؤال واحد ولكنه في شكل يعني حالات مختلفة. ما الذي فعلته علشان أبقى لوحدي؟ ما الذي فعلته علشان أنا أتأذي الأذية دي؟ أنت ما عملتيش حاجة، أنت كنت جميلة إلى درجة لم يحتمل المجتمع جمالك، لم يحتمل المجتمع نقائك، فبدأوا يتعاملوا معاكي بطريقة عكسية، هما مش فاهمينك. يعني اللي بيصرخ ويعلي صوته ويقعد يقول ليه واشمعنى أنا وهي الدنيا هتفضل تعمل فيا كده، ده يعتبر مش مؤدب مع ربنا؟ لا، هو ملهاش علاقة ان هو بالأدب، يعني من حق الإنسان انه يعبر، انه يصرخ، من حق انه يصرخ، ولكن لما هو فقط يتأدب مع الله في حاجة واحدة، انا ربنا عارف انك انت مش بتقصد الشر، انت بتقصد الخير، لكن انا إنسان ضعيف، انا مش مستحمل التجربة، اعمل ايه؟ عشان كده يلجأ الناس الى الصلاة، يدخل يصلي، يطلع آية قرآنية يقراها، ولو كان الكنيسة يذهب إلى الكنيسة ويصلي ويطلع من الإنجيل بعض الآيات اللي بتعزيه. هي دي الحكاية، كل واحد في دينه يذهب إلى الله بطريقة كتابه اللي ربنا خلقه وبعته، فلما يذهب إلى الله سبحانه وتعالى يسأله هذا السؤال ويصلي من قلبه. خدي بالك من حاجة، الإنسان لما بيكون بيصلي وهو حزين ويبكي الكلام بيوصل، فتبص تلاقي ربنا بعت لك التعزية بشكل انت ما تتصوريهوش. ما فيش حد يا دكتور ممكن يلجأ لربنا وما يكونش ربنا دايما سند لي ويديله القوة والصبر ويخليه يعدي المحنة بمنتهى القوة كمان. طبعا انا معايا الدكتور عبد الغني سليم من علماء الأزهر الشريف. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك استاذه جبال، كل سنه وحضرتك طيبه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذه جبال والساده المشاهدين، كل سنه وحضرتك طيبه يا ست الكل. حضرتك سمعت موضوع الحلقه بتاعتنا، فسؤالي هل الدعاء سر من اسرار السعاده في الحياه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نسأل الله رب العالمين أن يسعدنا جميعا وأن يسعد جميع السادة المشاهدين والمشاهدات وأن يسعد بيوتنا جميعا إنه على كل شيء قدير. الدعاء أستاذ نبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، والعبادة لابد أن يترتب عليها السعادة، العبادة لابد أن تذهب الحزن وتذهب الهم وتذهب الكرب من البيوت. ولذلك من أسرار السعادة أن يتصل الإنسان بالله عز وجل دائما في كل حال، لا سيما عند المشاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتد به الكرب في عام الحزن بعد أن مات أبو طالب وماتت أم المؤمنين خديجة، وذهب رحلته إلى الطائف وعاد مكسور الخاطر وسدت أمامه الأبواب، لم يجد إلا باب الله الذي هو مفتوح دائما، فلجأ ظهره إلى شجرة ودعا دعاء أدخل عليه السرور وأذهب عنه الحزن. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى
ولا حول ولا قوة إلا بك. بعد هذا الدعاء أتت للنبي صلى الله عليه وسلم انفراجات عديدة في هذه الرحلة الشاقة التي سافرها النبي دكتور صلى الله عليه وسلم. دكتور انقلبت. حضرتك كتير مننا بيقول احنا بندعي وبندعي كتير ومش شايفين ليه ربنا مش بيستجيب لينا. هل المفروض ان الدعاء يكون مقترن بوجود الصبر عند العبد ان هو ربنا هيديله اللي بيطلبه او هيرفع عنه البلاء، لكن لازم يبقى فيه صبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان لا يوجد انسان يدعو الله عز وجل ثم يعود خائبا، اما ان يستجاب لدعوته واما ان يرد او يصد عنه بلاء نازل من السماء، واما ان تؤجل له الى الاخره. فهذا لابد ان يكون لدينا اعتقاد بهذا. والصبر، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء احد الصحابه ضرير وقال يا رسول الله ادعو الله ان يرفع ما بي من ضر، فقال صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت وان شئت صبرت وهو خير. وان احنا كمان يبقى دايما عندنا يقين وحسن ظن برب العالمين، وان احنا يعني يبقى الدعاء بتاعنا ان ربنا يدينا مطالبنا في الدنيا وفي الاخره. أنا بشكر حضرتك وبشكر مداخلتك في ساعة مع نيبال. برجع لحضرتك دكتور طارق إن فكرة الإنسان إزاي يقوم بتعديل سلوكه علشان يقدر يقف قدام ضربات الحياة وقسوة الحياة. بالظبط. إيه المفروض إن بيحصل زي تدريب داخلي للنفس عشان أعرف أقاوم القسوة اللي موجودة في الحياة؟ ممكن حضرتك تديني روشتة بسيطة من التدريب ده نعمله إزاي عشان نقدر ما نضعفش ولا نستسلم ولا نتحول لناس قلوبها قاسية ولا ناس عندها لا مبالاة؟ وفي ناس وصلت لحالة إن عندها واقفة مستسلمة ميتة وهي ماشية على الأرض. أيوة. إزاي أنا أقدر أقف وأدرب نفسي على قوة التحمل وعلى الصبر وعلى الإرادة إن أنا أعدي الأزمة وتصميمي النجاح؟ التفاعل مع الحياة والاستمرار معها. الست لو بتشتغل لازم تكثف جهدها وتبذل مجهود أكبر، وما تقولش ما أنا يا ما تعبت أنا مش هعمل حاجة في الحياة. بالعكس، أنا مقتنعة كده جدا. لأني صدقيني أنا الشغل هيخليها تتعالى على المشكلة، هتقابل ناس ليها احتكاك مباشر بيها، هتبص تلاقي كمان جانب من الشغل، شوف رغم تعبها تقدر تعمل عمل اجتماعي كمان موازي ليه. ودي نصيحتي، الست عندها قدر كبير من العاطفة تقدر تطلعها في عدة اتجاهات، فشغلها تهتم بيه بالإضافة لعمل اجتماعي، بتذهب إلى ملجأ وتشوف الولاد عايزين إيه، وتشوف الأماكن دي محتاجة إيه لمساعدتها، تدي محاضرة لمجموعة من الستات اللي جات لهم الحالة دي وتقول لهم ما تيجوا نعمل مع بعض فاعلية ونعمل عصف ذهني. عصف ذهني يعني كل واحد فينا يحكي حكايته، ولما نحكي ما هو أصل لما بنشوف بلوة غيرنا بتهون علينا بلوتنا. صح. الجملة دي صحيحة جدا. فلما تقعدي مع ناس وتتكلمي محتاجين يسمعوكي. الناس لما بتديهم محاضرة وتقول لهم ايه تعالوا هحكي لكم الحكاية وتعالوا كمان ناخد بإيد بعض ونطلع من المشكلة دي، هتبص تلاقي في حد بينهار وهتلاقي في حد متماسك وفي حد عامل نفسه جدع فيقول لك ايه انا ولا همني، لكن بينها وبين نفسها عينيها بتدمع وهي بتتكلم. اعملي ده. ان احنا نحبس نفسنا او نفضل مركزين في السيء الموجود في حياتنا، اعتقد ان ده سبب من الاسباب اللي بيقضي علينا تماما وعلى طبعاً نفسيتنا طبعاً، واللي مسبب حالات الاكتئاب والمشاكل النفسية اللي كترت جدا في الفترة الاخيرة. ده اكيد يا فندم. مطلوب كمان ان عشان نقدر ان احنا نعدي القسوة دي
ونعدي التجارب الصعبة اللي احنا بنمر بيها ان احنا نبقى مهيئين ليها دكتور. اكيد يا فندم، علشان كده دايما بيقول يعني لحضرتك يعني ده. مش ان الدنيا ما هو احنا في دنيا وكل أسوأ هتنتهي هيطلع غيرها. أكيد يعني مفيش نهاية ليها. ال ال التغيير اللي المفروض يحصل فينا إحنا، ده كلام صحيح. إزاي نبقى فاهمين إن إحنا عايشين حياة، وإزاي نبقى فاهمين إن إحنا طول ما إحنا موجودين لازم نقابل الضربات والخبطات اللي بناخدها، وإزاي يبقى عندنا هدف إن إحنا ننجح، وإن يعني مفيش طريق تاني إلا النجاح. كلامك صحيح. ابتسامتك اللي انت قلتيها، انت في بداية الحديث حضرتك كنت بتتفضلي وبتقولي ايه، الانسان بيتصدم وبيزعل وبيقول انا مصدوم، لكن بعد كده بيبتسم من جواه وبيقول يا رب يمكن دي كانت هي دي التجربة وهنعديها. الابتسامة من اقوى ادوات البني ادم لمواجهة احساس القسوة والظلم. لما بيبتسم يبقى المجتمع متحير فيه، انت كل اللي حصل ده ولا يزال هناك ابتسامة على وجهك، ده معناه ان انا اصل الابتسامة دي بتبقى صدقة، وربنا لما ادهلنا ما ادهلناش كده بشكل هامشي، ده بيقولك انك انت جميل بابتسامتك وقوتك في ابتسامتك. العالم بقى لما بيشعر انه معرفش يطفي الابتسامة دي ولا لمعان العينين اللي موجود بيشعر بالهزيمة، لان قوتك هي اللي فرضت عليه الوضع وانت ما استسلمتيش من البداية. انا عجبتني قوي الزوجه اللي طلعت من المطبخ والاكله اتحرقت في ايديها من غير ما تقصد، لان كانت في حاجه شغلاها والولاد قاعدين مستنيينها والزوج، فهي خرجت وهي سعيده برضه مبتسمه، يا جماعه حصل كذا هنحاول ناكل لقمه مع بعض، لكن انا ما عملتلكوش اللي انتوا عايزينه، لكن ما خرجتش عصبيه، ما خرجتش وهي خايفه من رد الفعل، فلما لقوها مبتسمه ضحكوا هم كمان واعتبروها انها وكانها لم تكن. عارفه لو كانت خرجت من المطبخ وبان على وشها اثر ما حدث، هي بتصدر لهم سلبيه الموقف، فيبتدوا هم كمان يعني انت اول مره تطبخي؟ يعني ازاي الاكل يتحرق؟ ما هو ده رد فعل المجتمع دايما. نفسي اقول ان المجتمع ما هواش من اصدقائنا. المجتمع رقيب ينظر اليك، ينظر لنجاحك، ينظر لكلامك، ينظر للبسك، ينظر لضحكتك، حتى اتصالاتك الهاتفية مهما كانت بسيطة وبريئة، يا ترى هي بتتكلم مع مين؟ المجتمع لا يتوقف على انتقاد الناس، وبخاصة إذا كانوا مميزين. الشخص المميز عليه سبوت، لكن الشخص اللي مش مميز في ناس كتير مش بتشوفه، عادي ما احنا بيعدي علينا منهم كتير، لكن المميز لا، لأنه موجود قدام ايه؟ الكاميرا، الكاميرا بتلقطه، الكاميرا بتاعت المجتمع، كل حركة بيعملها حتى حركة ايديه هتجدي كمان من اللي بيقلده واللي عايز يبقى زيه. هنا بقى يتحول المجتمع الى قسوة، اللي هي قسوة الحكم عليه، حتى لو كانت اخطاءه اخطاء عفوية محدش يقف عندها، لكن الاشخاص اللي مش مميزين بيغلطوا غلطات اكثر فداحة ولا ينظر اليها احد. علشان كده انا بقول للشخصية المميزة القسوة هتزيد عليك، وكل ما هتنجح اكتر العينين عليك هتبقى اشرس اكتر واكتر كمان، والحكم هيبقى عنيف كمان. بالظبط. لان انا كمان عايز امنعه من ان هو يبقى افضل، وعلشان بيبين عجز العجزة الناس اللي صح. ما قدروش يعملوا حاجة في حياتهم. انت بتعمل كل ده ازاي؟ انت جبت الكلام ده منين؟ حضرتك نجحت ازاي وانت قاعدة هنا في مكانك؟ ليه الناس بتستنى الفقرة بتاعتك واحنا لا؟ اهي بقى كلمة واحنا لا دي اللي هي بيقولوا عليها دايما ايه؟ ما عندناش ما نقدره في فارق الامكانات. دكتور كمان في مشكلة في المجتمع اعتقد ان هي دي برضو السبب، ان احنا اغلبيتنا بقى عندهم الضعف والاستسلام، فكرة الوهم. الوهم. وهم الحياة. يعني كله راسم صورة معينة بشكل معين للحياة. مش شايف الجانب التاني منها. وعشان كده لما بيظهر اي حاجة، يعني في ساعات بقعد اسمع مشاكل لستات بتبقى يعني انا بعتذر يعني عبيطة جدا وبسيطة، وازاي هي عاملة الضجة الرهيبة دي عشان الحاجات البسيطة اللي انت بتتكلمي فيها دي.
ده من وهم الحياة صحيح اللي اترجم جوه عقولنا، زي ما وصلونا ان الجواز حب ومشاعر وفسح وخروج والراجل هيفضل طول عمره مش عارفة شايف مراته الصغيرة الكذا الحلوة، وصلونا الرومانسية بشكل يعني زايد فيه. جدا ومبالغ فيه. هل الوهم اللي احنا عايشينه والمسلسلات التركية وغيره، الوهم ده هو السبب في ضعفنا؟ في فرق بين ان احنا نحب شخص ونحب الحالة. المجتمع يزين الحالة اللي حوالين الشخص لكن مش الشخص نفسه. يعني لما تيجي تتكلمي مع بنات الايام دي كل كلامها عن الفستان، الفرح هيبقى فين، عدد المدعوين هياكلوا ايه، احنا هنروح نتفسح فين، حياتنا هيبقى شكلها كلها ايه، دي الحالة. عشان كده بعد شهر واتنين وتلاتة بتنتهي الحالة ويبقى اللقاء بقى وجه لوجه بين راجل وست، عشان الحب ده وتشال الزواق وتشال الوهم وتشال الحالة لم تعد موجودة. الحالة مش موجودة، مش كده؟ فكل واحد بيشوف التاني بالشكل الطبيعي بتاعه. صبت كده، ما عودناش ولادنا على ان احنا على قسوة الحياة خالص. يعني في قصة كده عجبتني قوي وانا لما كنت بقراها، يعني بقرا الكتاب ده، فالكاتب بيشبه قسوة الحياة وحكى قصة كده يعني عجبتني بصراحة. بنته، أب وبنت قاعدين مع بعض، والبنت عمالة تشتكي تشتكي كل حاجة، كل كذا بيحصل لي كده ليه، بيجرى لي كده ليه. سوري. فالأب جاب ثلاث أواني حطهم على النار وحط فيهم مية وحط واحدة فيها جزرة والتانية بيضة والتالتة شوية بن، وسابهم يغلوا على النار. والبنت واقفة مش فاهمة، انت ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده، انا بحكي لك ايه وانت بتعمل ايه. بعد شوية طلع الجزرة في طبق والبيضة وحط القهوة في كوباية وقال لها لو انا خيرتك دلوقتي تاخدي ايه، هتختاري ايه؟ فقالت له القهوة، ريحتها حلوة مذاقها حلو. قال لها الدنيا بتعمل فينا زي ما المية عملت في كل حاجة من الحاجات. صحيح. الجزرة كانت قاسية وقوية بقت طرية ورخوة، لانت لانت. والبيضة كانت قوية صلبة من بره ولينة من جوه، دلوقتي بقت الاتنين كده القسوة. القهوة بقى قعدت تقلب البن، المية تقلب البن تقلب البن، عملت لها ريحة وعملت لها مذاق وعملت لها طعم. هو ده الفرق، هو ده الفرق، هو ده الفرق بين كل واحد فينا بيقابل القسوة دي ازاي وتتحول لإيه فيها، وتتحول لبصمة، تحول لنجاح، تحول لتحدي، تحول ان ازاي ابقى اقوى من كل الصعوبات اللي انا بتحط فيها في سعادة. لان حضرتك البن لما بقى غلي وبقى له طعم وبقى له رائحه اصبح هناك من يقبل عليه بالظبط، فبقى اجمل. لكن لما انضغط على الجزره وعلى البيضه هي فقدت الصلابه والشكل اللي كانت عليه. بالظبط. الانسان عندما يصدم ويتمسك بالشكل اللي كان عليه وصلابته هتبص تلاقيه بيكافح، والكفاح ده بيزعج جيه الناس اللي هم عملوا القسوة دي. وعايز أقولك على حاجة، النكد له تعريف، وهو أن يسرق إنسان الفرحة من عينين اللي قدامه لكن مش عشان يقسو عليه. القسوة إن أنا أقول كلام خشن جاف، إن أنا دائما أجرحك في مشاعرك، لكن النكد إن أنا لما أشوفك سعيدة وعينيك بتلمع أنا عايز أطفي اللمعان اللي في عينيكي. فاعمل ايه بقى؟ احاول بكل ما يمكنني ان انا احاول اللحظه دي. بس دكتور خلي بال حضرتك ان كتير قوي من اللي بيسمعونا دلوقتي ما يعني في منهم بيقولوا ايه ده كلام،
لكن انا عايزه اقول النهارده من خلال ساعه مع نبال ان انا باكد ان هو مش كلام. اكيد انا بشوف ان سعاده الانسان في انه ازاي يدي وهو موجوع وتعبان. اكيد ازاي يقدر انه ينجح ويعافر ويحفر في الصخر عشان يوصل لهدفه رغم ان كل الناس اللي حواليه بيقولوا له انت مش هتنجح. ده كلام صحيح، ولانه بيقاوم في كل وقت الناس اللي بيكسروا المقاديف. واوعي تفتكري حضرتك ان انت لما بتنجحي بمساعده مباشره من المجتمع، لا ده هو سابك تنجحي وما ضغطش عليكي في الوقت اللي كان عايز يضغط فيه لانه ما عرفش، لكن لما تيجي بعد كده وتفلتي من تحت ايديه وتنجحي المجتمع هيبقى مندهش. هي احنا كنا فين لما كانت بتنجح؟ بص حضرتك الجمله عامله ازاي. ايوه فعلا. احنا كنا فين وهي بتاخد الخطوات دي وبتطلع السلم؟ المجتمع يا فندم دايما، انا مش عايز اظلم حد بس مش كل الناس اللي عايشين حوالينا سعداء بنجاحنا، وده اللي يخليك بتشعري ان فيه نظره معينه. عايز اقولك ان في جمله انا ما بحبهاش، يقولك الشغل ما بيقفش على حد. لا حبيبي بيقف على حد. يقول لي ازاي؟ اقول له كل واحد له بصمه، كل واحد له الطريقه اللي بيقدم بيها. ده مميز مش كده؟ مميز. وعايز اقولك ان علشان مميز بعد كده هنسال عليه هو كان فين. احنا نقدر نستبدل حد بحد ونجيب حد يكمل شغله، لكن الناس اللي قاعده متلقيه بقى هيقول لك لا احنا ما عدناش بنتابع، اصل اللي كنا مستنيينها مش موجوده. بص بقى حضرتك المجتمع عمل ايه؟ ما يا دكتور ده التميز. ده الانسان المتميز طبعا بيفرض نفسه. انا دايما بقول ان الانسان مش المفروض يدخل الدنيا يخرج من الدنيا زي ما دخل فيها. طبعا لازم يسيب دخلنا بلا هوية. أكيد ما ينفعش نمشي إلا بهوية ويتذكرنا الناس. بالظبط بالظبط بابتسامة. إزاي الإنسان، يعني دايما أقول الكلمة دي، أقول إزاي لما يتذكر الاسم الفلاني ابتسامة طبعا على 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 وجوه الناس اللي فاكراك اللي اتعاملت معاك. ايوه وده مش شيء سهل، يعني مش شيء سهل ابدا ابدا ابدا. ده بالعكس، ده مقاومته معناه ان انت من جواكي عندك حاله من حالات الصمود، والصمود معناه ان حضرتك مكافحه. الانسان الذي يكافح عمليات الهجوم عليه وقسوه المجتمع هو شخص عطاء. دكتور طارق احنا عايزين حلقات معاك بصراحه. الكلام مع حضرتك ممتع وبجد احنا سعداء بحضرتك جدا النهارده، واكيد هيبقى لينا لقاءات اكتر من كده ان شاء الله. بشكر حضرتك وبشكر وجود حضرتك في ساعه مع نبال. انا متشكر. في نهايه ساعه من ساعات ساعه مع نبال، من حقنا نصرخ، من حقنا نقول يا رب، من حقنا نعبر عن مشاعرنا ونبكي، من حقنا نقول اللي جوانا، لكن قسوة الحياة ما توقفناش، لأن كل شوية هتظهر قسوة غير التانية، محتاجة مننا إن احنا نقف ونبصلها بمنتهى القوة، بقلب وفكر مصمم على النجاح وإنه يكمل الطريق. هي دي البصمة، هو ده الاختبار اللي ربنا سبحانه وتعالى جابنا الدنيا ليه. بلاش الوهم اللي احنا معيشين نفسنا فيه. كل تحدي بتعدي منه وبتخرج منه بتحس بالفخر قدام نفسك إن انت الإنسان قدرت تعمل كده. اوعى حاجة توقعك أو توقفك أو تمنعك عن هدفك وطموحك. عندي حاجات كتير عايزة أقولها. عايزة أقول لكل ست صبرت وتعبت مع جوزها، اعرفي إن أنت عندك جايزة، جايزة كبيرة ربنا هيديها لك في الوقت المناسب اللي شايفه مناسب بالنسبة لك. اوعي تحزني ولا تندمي على كل اللي قدمتيه، لأنك سبت بصمة في الحياة.
لسه الفرصة قدامنا. دعوة للحياة في ساعة مع نيلال.